انا عايز اتكلم على الشق الهجومي ودور صلاح محسن وحسام حسن النهارده والاطراف. ما هو الاطراف اتكلمنا فيها، وكابتن اسامه قال لك ان كريم فؤاد هو حاسس ان هو كان في حاجه، لان حتى كريم فؤاد ده مش مستوى، وكريم فؤاد افضل من كده بكتير وعنده انطلاقات هجوميه كبيره جدا، ولكن ما شفناش منه الكلام دوت النهارده. وكذلك محمود وحيد برضه، ما هو نفس، ما هو ده لعيب وده لعيب، ده لعيب تعرف وده لعيب تعرف. ما شفناش ما بانتش واضح وما وضحتش القدرات الفنيه. طب ممكن يكون ده ناتج لان البدني قليل، ما بيلعبش كتير، تمام. فرص التدريب الكبيره مش موجوده لان الماتشات متتاليه ورا بعضها، فانت بالتالي ما عندكش فرصه انك يعني حتى يبقى في جزء بدني كبير جدا بالنسبه له يشتغل عليه. فبالتالي لما بتفتقد الجزء البدني بتاعك تلقائيا الجزء الفني بيقل، لان انت مش هتقدر تظهر المهارات بتاعتك الا اذا كنت واقف على رجليك، الا اذا كنت مستعد بدنيا. فالنهارده كريم ومحمود وحيد الاثنين ما شفناهمش الانطلاقات الكبيره، ان الحته دي بالذات 3 4 3 الاثنين الطرفين بيبقوا محتاجين ان انت تشتغل في الناحيه الهجوميه وكمان تشتغل في الناحيه الدفاعيه. هل ده اثر على حاله حسام حسن وصلاح محسن النهارده؟ اثر يعني بنسب برضو، يعني عشان برضو ايه ما تبقاش احنا عشان ما نحملش برضو محمود وحيد وكريم فؤاد برضو ما نحملهمش الشق الهجومي كله او مشاكل الشق الهجومي كله. لا، انت النهارده زي ما اتكلمنا في الشوط الاول قلنا ان محمد محمود مع صلاح محسن وزياد طارق وحسام حسن كان ليهم المفترض ان هم بيكون ليهم دور فعال. الاهلي ما بيشتغلش بس من على الاطراف، لا، الاهلي برضو بيشتغل من عمق الملعب، المهارات الفرديه اللي موجوده اللي ممكن يكون صلاح محسن ظهر في لقطه او اثنين الشوط الثاني، يعني استخدم السرعه بتاعته والمهاره شويه، عمل كورتين ثرو باسز جيدين نوعا ما، لكن برضه هل هو ده مستوى صلاح محسن اللي يؤهله يبقى لعيب اساسي مع النادي الاهلي؟ احنا بنقيم المباراه دي على اساس انك بتختار اللعيبه او بتقول لا انا عندي 1 2 3 4 دول ممكن في وقت من الوقت لو حصل عندي مشكله يبقى لعيب اساسي. ممكن يكون فارق معاه البعد فتره عن الملاعب؟ طبيعي. طبيعي يبقى انك فارق، لكن في الاهلي تحديدا لازم تكون جاهز طول الوقت. في الاهلي تحديدا ما ينفعش تبقى بعيد، وما ينفعش المدرب ينظر لك نظره ان انت لعيب احتياطي مش لعيب اساسي. ليه؟ لان وارد زي ما اتكلمنا كره القدم فيها متغيرات كتير جدا، سوء التوفيق وارد جدا، الاصابات وارده جدا، تغيير المدير الفني للتشكيل ولطريقه اللعب وارده زي ما حصل موسمين من 4 2 3 1 ل 3 4 3 وارد جدا. فبالتالي لازم كل لعيب يبقى هو حاطط لنفسه تارجت ان انا لعيب اساسي. ما ينفعش النهارده المدير الفني يطلع بعد تقييم بعد الماتش ده يقول صلاح محسن لا، حسام حسن لا، تمام، محمد محمود لا، كريم فؤاد ومحمود وحيد ما ينفعش يقول عنه. يعني لو قال عليك المدير الفني لا، فبالتالي انت سقطت من حته مهمه جدا بالنسبه لك كلاعب. صحيح. الماتشات اللي جايه ممكن تبقى بدايه انطلاقه، احنا دايما بنقول الماتش الاول بيبقى صعب شويه، جاي من بعيد لسه، ان حساسيه الماتشات اللعيبه دي بقى لها فتره بعيده جدا جدا. ولكن على الجزء الثاني برضو جزء الناشئين، وخليني برضو اتكلم عليه وده جزء مهم جدا جدا. النهارده لما بتطلع انت من الناشئين وكلنا جربنا الحته دي، انت بتطلع برئتين مش رئه واحده، يعني أيوة. يعني المفترض يبقى عندك الحماس والقوه والاستعداد. صحيح. تمام، والرغبه تبقى اكبر من اللعيب اللي بيلعب اساسي على الاقل. اللعيب اللي بيلعب اساسي النظره ليه بتبقى ده رقم 2، لكن انت رقم 4 و5 و6. فبالتالي اللعيبه بتاعه الناشئين لازم كل واحد يبقى بيظهر اقصى قدره عنده، اقصى طاقه عنده. ليه؟ لان هو بيتمرن وجاهز في التحت في الناشئين، والمفترض ان هو يبقى على اتم استعداد ان هو يكون موجود في الدرجه الاولى. أيوة. واختيار المدير الفني للعيبه عشان تلعب في الفريق الاول، يعني الخمسه سته اللي احنا شفناهم النهارده ولا الثمانيه اللي شفناهم النهارده، المفترض ان كل واحد بيقول انا موجود. صح. وانا بعمل اسم، ودي فرص ما بتتكررش في التاريخ. أيوة. انا لما طلعت لعبت، او كابتن علي كان بيتكلم ان انا لعب اساسا، لما طلعت لعبت في اول ماتش ده في افريقيا. أيوة. تمام. أيوة. في بطوله يعني الاهلي لعبت في افريقيا، فكان أيوة. مباراه صعبه جدا بالنسبه لك. طبعا. لا لعبت في كاس مصر محلي ولا لعبت ودي ولا لا، على طول. أيوة. ففرصه بالنسبه للناشئين لما يجي لك وقت زي كده ومباريات زي كده لازم على طول يبقى باين ان كل الناس بتقول لا، ده لعيب ده بروميسنج، ده لعيب ده هيلعب اساسي. أوه. اللعيب ده قدامه سنتين يكون احسن لعيب في مصر، اللعيب ده هيبقى احسن بكره. لازم نقول كده، ما ينفعش نقول ايه اصبروا يا جماعه عليهم شويه، لان الانديه الكبيره ما بتصبرش. الكلام ده ممكن يحصل في الانديه الصغيره اللي ما بتنافسش، اللي كل طموحها
انه يفضل او يستنى او يبقى في الدوري الممتاز. انما الانديه الكبيره اللي بتنافس نادي الاهلي تمام، لا انت كناشئ لازم تحط نفسك مع الصف ومع الكبار مع اللعيبه المفترض ان النادي بيؤهلهم ان هم يكونوا لعيبه اساسيه بالنسبه له. فده دي النقطه اللي عايز اتكلم عليها. اما بالنسبه للنواحي الهجوميه يعني الاربعه اللي قدام ما قدموش المفترض يقدموه النهارده تمام، ممكن الماتشات اللي جايه يقدموا ممكن، واحنا قلنا ان برضو البعد عن الماتشات والحساسيه وما الى ذلك، وهنفترض ان برضو الجاهزيه مش موجوده، لكن الماتش الجاي ما ينفعش يبقى بنفس الطريقه، لازم يبقى افضل، لازم يبقى افضل من كده بكتير طبعا. صحيح. واعتقد ان شاء الله هيبقى افضل. في ايمن برضو لعيب نص الملعب اللي هو عبد الرحمن اشرف مانو يمكن الشوط الاولاني ما كانش واضح قوي، الشوط الثاني تحسن كتير اللي هو 34 مظبوط برضو، عشان انا نسيت اتكلم عليه يعني. صحيح صحيح. مش وحش. طيب تعالوا نروح لوقائع المؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال ايه بعد المباراه.